مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في استوديو الصحافه ولقاء نستعرض خلاله صحافه القاهره الصادره يوم الخميس الموافق 20 من شهر ديسمبر سنه 2012 ميلاديه. يبدو ان حاله الانقسام السياسي اللي موجوده في الشارع واللي موجوده بين القوى السياسيه بدات تعكس نفسها بشكل واضح جدا على الصحف. الجرايد كمان رغم ان المفروض ان كل الصحف ايا كانت انتماءاتها وتوجهاتها تلتزم بالمعايير المهنيه في تغطيتها اللي بتقدمها لما يحدث في الشارع، لكن يبدو ايضا ان الصحف بدات ايضا تشهد حاله من الانقسام السياسي في حتى في طريقه تفكير القائمين عليها وطريقه معالجتها للاحداث اللي مصر بتشوفها. يعني على سبيل المثال جرايد الحكوميه او الجرايد القوميه بمعنى اصح، يعني او الحكوميه ما هي بالفعل مملوكه للحكومه، لا تتحدث على الاطلاق عن اي ازمات سياسيه موجوده في المجتمع، لا تتحدث عن دعاوى قضائيه مرفوعه لالغاء الاستفتاء في مرحلته الثانيه، وفي دعوتين قضائيتين مرفوعين امام محكمه القضاء الاداري في كفر الشيخ احيلتا الى محكمه القضاء الاداري للقاهره للاختصاص، وتطالبان بوقف الاستفتاء وسيتم نظرهم يوم الخميس اللي هو 20 ديسمبر اللي احنا فيه. لم تتطرق الصحف الحكوميه الى وجود ازمه داخل الهيئات القضائيه وان في اعتذارات بتتوالى. هيئه النيابه الاداريه اعتذرت باعتبار ان يعني شعروا بحاله من الخديعه لعدم يعني فك اعتصام الموجود امام المحكمه الدستوريه العليا. لا تتحدث عن اعتذار المستشار زغلول البلشي ايا كان الوضع، هل هو بيعتذر لاسباب صحيه بسبب عمليه جراحيه اجراها او عمليه انفصال شبكيه اجراها في احدى عينيه، ام يعني اعتراض سياسي، ام هو شيء من يعني خليط من الاثنين. هي تتحدث عن استعدادات بتجري، المحافظات مستعده، في 25 مليون ونص، مليون ونص ناخب هيتوجهوا الى صندوق الاقتراع، يعني العناوين الكلاسيكيه. على الجانب الاخر نجد ان الصحف الخاصه لا تتحدث اطلاقا عن اي استعدادات، تتحدث الصحف الخاصه او تركز فيما تتحدث عنه عن الازمات، عن مقاطعه القضاء، عن الدعاوى القضائيه، عن ردود الافعال الغاضبه والساخطه على هذا الدستور وعلى الاستفتاء الذي تم في مرحلته الاولى ويستكمل في مرحلته الثانيه اللي هتكون يوم السبت 22. في الحقيقه واضح ان الانقسام حتى يعني اصاب المهنه، اصاب الاداء يعني الصحفي في مقتل. على اي الاحوال الكلام ده كله هنستعرضه في حلقتها النهارده، والملف الاول هو الاستفتاء الذي يجري يوم السبت 22 تقريبا هيكون بدون قضاء او يعني في ظل تراجع شديد جدا في عدد القضاة. نبدا بجريدة الاخبار، الاخبار في الصفحه الرابعه بتقول محافظات المرحله الثانيه استعدت للاستفتاء، عنوان متفائل ومبشر وعنوان جميل جدا انه خلاص المحافظات استعدت للاستفتاء وكان كل شيء يسير على ما يرام. ايضا في صفحه خمسه الاخبار بتقول 25.5 مليون ناخب يدلون باصواتهم بعد غد في 17 محافظه باشراف 7291 قاضيا. اللجنه العليا للانتخابات بتقول اعوان القضاه من موظفي المحاكم ولا ينتمون للاخوان، يعني سيتولى موظفو المحاكم معاونه القضاه وهم لا ينتمون للاخوان. طب يعني اللي بيقول لا ينتمون للاخوان، هل انت ازاي تقدر يعني تحدد هو ينتمي ولا ما ينتميش؟ يعني هو الانتماء للاخوان ده دي مساله ليها عضويه ولا ليها كارنيه ولا في داتا بيز نقدر نسال ليها؟ دي عقيده كده فكريه، حاجه جوه الواحد ممكن تلاقي واحد كده هو متاخر مع نفسه كده، يعني ملهاش علاقه ان يعني ينتمي للاخوان دي مش قادر تمسكها. يعني الاخوان تنظيميا لهم عدد معين، لكن المتعاطفون مع الاخوان ومن يوالوهم ويشيعون فكرهم اعتقد المساله مختلفه خالص. يعني المستشار زغلول البلشي يتقدم باعتذار عن عمله كامين عام لظروف صحيه، وقوات اضافيه من الجيش لتامين الاستفتاء في المرحله الثانيه بحسب الاخبار بتقول، مروحيات وعناصر مدربه في كل محافظه لمواجهه الطوارئ، ومجلس الوزراء يستعرض الاستعداد للمرحله الثانيه، والشرطه استعدت لتامين الاستفتاء في 17 محافظه، وتجهيز اللجان بالصناديق والحبر ومواجهه اي محاولات لاثاره الشغب. والله نتمنى يعني افلح ان صادق، نتمنى ان يكون في بقى يعني تواجد الدوله، يعني الدوله تفرض هيبتها بشكل واضح في الشارع، وان تتصدى لاي عمليات بلطجه، وان يكون في ايضا تصدي لمن يدلون باصواتهم ويرجعوا في طابور ثاني. يعني نتمنى يكون في افراد شرطه واقفين، طبعا اللي بيروح يدلو بصوته ده بيعلم بصباعه مثلا، صباعه ده او صباعه ده بيبقى فيه حبر، فاذا كان واحد عامل حبر على صباعه وتفاجئ ان هو يخرج ويقف في نفس الطابور مره ثانيه، اعتقد ان ده شيء يجب ان يتم التصدي اليه حتى يتاح الفرصه لمن يريدون الادلاء باصواتهم. ومجموعه الحكومه الدوليه هي مجموعه كده اول مره اسمع عنها بتدعو بتقول لا بديل عن الحوار من اجل مصلحه مصر وعوده الهدوء،
وطارق الزمر بيقول القيادي رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية لا مبرر للمليونيات والحركات السياسية، يجب أن تحترم نتيجة الصندوق والحرية العدالة بالمنوفية السعيدة للاستفتاء بندوات للتوعية السياسية. ودي تقريبا العناوين الأخبار بتنشرها، عناوين عادية جدا لا تتحدث عن أي مشكلة في البلد، استفتاء عادي جدا. ممكن العناوين دي لو حضراتكم رجعتوا لأي استفتاء، استفتاء سنة 87 بحل مجلس اللي هو مجلس الشعب 84 لتحل 87، أو استفتاء 90 بحل مجلس 87، هتلاقوا نفس العناوين تقريبا. ممكن ناخدها ايه كوبي وبيست كده، يعني زي الكمبيوتر كده بتاخد كوبي وتقوم تحطها بيست، بتاخدها من هنا وتلزقها هنا. ده عناوين الاخبار. اذا انتقلنا الى صحيفه الصباح، يمكن الصباح كصحيفه خاصه او صحيفه مستقله بتتناول الموضوع من زاويه اخرى وبتقول الاستفتاء بدون قضاء. اذا الصباح تركز على الفراغ القضائي الذي يعني تواجهه او الذي تعاني منه هذه العمليه. والصباح في الصفحه الثالثه، اللجنه العليا للانتخابات تتجاهل اعتذار القضاه اللي هم قضاة مجلس الدولة وتقوم بتوزيعهم على لجان الاستفتاء. يعني القضاء قالوا احنا مش هنشارك وقدموا اعتذارات. مفترض ان القاضي ده مثلا ان هو مثلا هيشرف على لجنة رقم مثلا 843 في قرية مش عارف ايه في مركز ايه في محافظة مثلا القليوبية مثلا، على سبيل المثال انا بقول ده على سبيل المثال. طيب هم وزعوا الاسماء دي والناس دول معتذرين، طب ماذا سيكون الحال صباح يوم السبت حين نفاجئ بان اللجان تفتح ابوابها دون وجود القضاء؟ يعني هي يعني واضح ان دي مشكله خطيره ومشكله كبيره. في قضاء اعلنوا اعتذارهم عن الاشراف، هم كانوا اشراف في المرحله الاولى واسمائهم مسجله، وبعدين بعد كده قالوا احنا مش هنشرف في المرحله الثانيه. كان يجب ان يتم اعاده النظر في توزيع القضاء المتاحين اذا كان في احتياطيين زي ما هم بيقولوا في وزاره العدل، لكن زي ما الصحافه بتقول ان القضاء المعتذرون تم توزيعهم وكانهم لم يعتذروا على اللجان دي. فطبعا واضح ان ده ممكن هيعمل مشكله كبيره يوم السبت. والنيابه الاداريه بتقول فك حصار الدستوريه ده شرط المشاركه. طب ده هيتم امتى؟ يعني ده احنا خلاص ده بنتكلم في قرار يوم الخميس والاستفتاء يوم السبت. يعني حتى يعني علشان يصدر قرار من هيئه النيابه الاداريه ويبلغ لكل اعضاء النيابه الاداريه في كل انحاء مصر اللي هم 1515 عضو هيئه نيابه، عضو هيئه نيابه اداريه، يجب ان الكلام ده يكون في يعني على الاقل كان المفروض يبقى النهارده يوم الاربعاء يتم فك الحصار بتاع المحكمه الدستوريه. وهنلاقي في الاخبار عندنا ان رئيس المحكمه المستشار ماهر البحيري تعرض لاعتداء على سيارته اثناء محاولته للمره الثانيه او المره الثالثه ان هو يدخل مبنى المحكمه صباح يوم الاربعاء. الصباح في صفحه الثلاثه ايضا بتقول الصباح الاطباء بيقولوا ان المستشار زغلول البلشي الامين العام للجنه العليا المشرف على الاستفتاء اجرى جراحه الشبكيه ولن يعود للعمل قبل 10 ايام. اذا هذا يعني يعني وجود استحاله عمليه ومفروضه وواقعيه لان المستشار زغلول البلشي يعني يعود الى عمله باعتبار ان هو مشرف او امين عام على هذه اللجنه. المصر اليوم بتنتقل بالمشهد الى الزاويه القضائيه، والمصر اليوم في المنشط الرئيسي في الحقيقه فيه خبر منشط متميز، المصر اليوم وحدها الذي تنفرد به، وتقول المصر اليوم مصير الاستفتاء امام القضاء الاداري اليوم. نادي النيابه الاداريه بيقول لن نشرف، البلشي يعتذر، واللجنه العليا بتقول الجوله الثانيه في موعدها، وفي مليونيه ضد التزوير غدا يوم الجمعه يعني، وهجوم جديد على معتصمي الاتحاديه. والمصري اليوم بتقول ان في دعوتين قضائيتين تم رفعهما في امام محكمه القضاء الاداري في كفر الشيخ، احداهما تحمل رقم 1942 والاخرى 1984 لسنه 13 قضائيه. تطالب الدعوتان او الدعويان القضائيتان بايقاف الاستفتاء وابطال بايقاف وابطال الاستفتاء على الدستور. وطبعا محكمه القضاء الاداري في كفر الشيخ قررت احاله هاتين الدعوتين القضائيتين الى محكمه القضاء الاداري في القاهره نظرا للاختصاص الجغرافي او الاختصاص يعني بالمعنى ده. طبعا ايضا يعني ده اللي مصر يوم بتقوله. ايضا المذكره اللي هم المحامين استندوا اليها في هاتين الدعوتين بيقولوا ان عمليه الاستفتاء باطله نظرا لان الاعلان الدستوري الذي صدر سواء كان اعلان 21/11 او اعلان 8/12 ايا كان الاعلان لم ينص الاعلان الدستوري على ان تجري عمليه الاستفتاء على مرحلتين. يعني كان يجب ان يتم النص، احنا فوجئنا ان الاستفتاء بيتم تقسيمه او تجزئته على جزئين او على مجموعتين او مرحلتين. الاعلان الدستوري يعني خلى من اي ذكر المرحلتين، طبيعي في اي يعني المعروف بنقول استفتاء يبقى استفتاء مرحله واحده، يعني ده استفتاء مش انتخابات مجلس الشعب، ده استفتاء زي استفتاء مثلا زمان ايام ما كنا في مرحله الاستفتاءات رئيس الجمهوريه بيبقى مرحله واحده. فالاعلان الدستوري خلى من الذكر ده، وبالتالي ان هذا الاستفتاء يناقض او يخالف ما جاء في الاعلان الدستوري. يعني ايضا يعني هيئه النيابه الاداريه القضاء رفضوا الاشراف
مجلس إدارة نادي مستشار هيئة قضايا الدولة بيقول إن قرار إشراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على الاستفتاء في الدستور في مرحلته الثانية متروك لرغبة كل عضو من مستشار الهيئة وفقا لقناعاته. يعني إذا النيابة الإدارية قالت إحنا مش هنشرف إلا إذا رفعتوا الحصار عن المحكمة الدستورية. قضايا الدولة على الجانب الآخر قالوا بقى إيه، كل عضو حر، اللي عايز يعني مش هناخد قرار ملزم لحد، لا هنقول له هنشارك ولا مش هنشارك، اللي عايز يروح يروح، اللي مش عايز يروح ما يروحش. ده بحسب اللي مصر اليوم بتقوله في المانشيت الرئيسي بتاعها. ننتقل الى صحيفه التحرير، والتحرير في الصفحه الاولى بتنقل عن تقول مستشارون بيقولوا عدد القضاء المشرفين على المرحله الثانيه لن يتجاوز 650 بس. طب انا عندي رقم الاخبار بتقول 7291، نصدق مين؟ يعني احنا من شويه دلوقتي قلنا ان الاخبار بتقول ان عدد من يشرفون من القضاء على المرحله الثانيه 7291، التحرير بتقول لا ده عددهم 650 زي ما حضراتكم شايفين الخبر ده على الشاشه، والنيابه الاداريه بتقول سنقاطع المرحله الثانيه من الاستفتاء. الدستور في الصفحه الثالثه العليا للانتخابات، اللجنه العليا للانتخابات تستعين بمدرسين واداريين لسد عجز القضاه. يعني منطقي، يعني بنقول 650 قاضي بس اللي هيشاركوا في استفتاء بيجري في 18 محافظه، مفترض ان في 25.5 مليون ناخب مدعوين لهذا الاستفتاء، تخيلوا بقى 650 قاضي، يعني نخليهم ينتشروا مثلا في البلاد ولا يعملوا ايه، ولا قاضي يقعد في كل لجنه ساعه مثلا. اللجنه العليا تستعين بمدرسين واداريين لسد عجز القضاه. النيابه الاداريه ترفض الاشراف، والالتراس تهدد بالاعتصام لالغاء الاستفتاء. ننتقل الى الشروق، والشروق ايضا في الصفحه الاولى بتقول الشروق شبح العنف يقترب من محافظات المرحله الثانيه. الحكومه تحذر من التعدي على المنشات، والقبائل تحشد بلاء، والانقاذ جهه الانقاذ تستعين بالمبدعين. في الحقيقه الشروق بتقول ان القوى السياسيه حاليا بتكثف من استعداداتها قبل 48 ساعه من المرحله الثانيه للاستفتاء. الجديد في الموضوع ان الفكر القبلي بدا يدخل في المرحله الثانيه، وان عدد كبير من القاده القبليين وبالذات في محافظات الصعيد وقنا تحديدا اعلنوا انهم سيحشدون للتصويت بلا احتجاجا على الماده اللي هي رقم 232 اللي هي تنص على العزل السياسي لكل اعضاء الحزب الوطني لمده 10 سنوات. طبعا هم في منهم عدد كبير من القاده كانوا اعضاء في الحزب الوطني، هم طبعا هيكونوا من المضارين، هيحشدوا بلا في مخاوف من حدوث احتكاكات او مشاحنات بين يعني قاده القبائل في الصعيد وبالذات في محافظه قنا تحديدا وما بين اعضاء الجماعات الاسلاميه، مما ينذر بشبح عنف قد يعود مره اخرى. ايضا في الشروق بتقول تصوير كارنيهات القضاه لمواجهه انتحال الصفه، وفي مصادر بتقول ان المستشار زغلول البرشي لن يعود الى اللجنه واللجوء للاحتياطي لسد العجز. وفي الحقيقه في فكره ان يعني كشف عنها المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنه القضائيه العليا المشرف على الاستفتاء، بيقول ان اللجنه تدرس، هم لسه هيدرسوا ده، احنا خلاص يعني دي جراد الخميس، اللجنة تدرس فكرة تصوير كرنيهات القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء وتعليقها على أبواب اللجان حتى يتمكن الناخب من التحقق من هوية القاضي، على اعتبار ان حصلت مشاحنات يجي الناخب يخش الناس فاقدة الثقة، يقول طب ممكن اعرف ان سيادتك، التاني يقول له مالكش دعوة انا كذا. يعني حتى فوجئنا امبارح في تصريح المتحدث الرسمي باسم اللجنه طلع بيتكلم كلام، يعني الحقيقه ما هو مش تصريح، يعني ده كلام مخبرين اللي بيقولوا ده، يعني ده كلام ما يصحش ان واحد يتحدث بهذه الطريقه ويقول لك لا ده اكاذيب. اولا لا يصح ان قاضي يتحدث بلغه القانون يصف من يختلف معه بالاكاذيب، يقول مزاعم، يقول حاجه كده بهزر، لكن يقول دي اكاذيب، يعني في الحقيقه ده كلام امني، كلام بوليسي، كلام مخبرين، مش كلام قاضي. ما يصحش ان قاضي يطلع يعني على الهواء ويقول ان دي اكاذيب ولا ودول كلهم قضاء وما يستلموش اللي مش عارف الا بتاع ايه والكلام ده، ويشكك تماما في كل من يشكو ويقول وكاني احنا بنحلم، وكان الناس دي بتوع منظمات الحقوقيه دول كانوا نايمين كده في بيوتهم، صحي من النوم الصبح كده حلم ان كان في امبارح تزوير فقام راح قرر ان هو يقدم بلاغ. طبعا ما يصحش ان يكون التسفيه هو يعني اللغه السائده بين يعني بين ابناء المجتمع الواحد. الوافد في الصفحه الاولى بتقول انباء حول تراجع النائب العام اللي هو المستشار طلعت عبد الله ابراهيم عن استقالته، والاستفتاء في مهب الريح، ده بحسب الوفد بتقول. الجمهوريه في الصفحه الاولى بتقول مصر ليست الهند ولن تكون باكستان. والله مصر النهارده بقت كوكتيل ما بين الصومال ولبنان، يعني النهارده انا كنت في حديث على احدى الفضائيات فكنت اتحدث عن التجربه اللبنانيه، وقلت احنا يعني الثوره المصريه او التجربه المصريه تنطلق بسرعه الصاروخ نحو التجربه اللبنانيه، مصر بيتم لبنانه مصر، فكره المحاصصه وفكره الطائفيه
وهبقى اتكلم حضراتكم بالتفصيل بعد ما اشوف تعيينات الشورى وغيرها من الحاجات. النهارده بقت مصر بتتقسم حتت كده، كل واحد بياخد حته كده. مصر دي نعتبرها ترطايه، وكان حتى مصر خلاص اقتصاد باعتراف كل المؤسسات الدوليه الاقتصاد المصري اصبح هش. زميل المخرج الاستاذ كرولوس انور خايف من موضوع الدولار، بيقول لي الدولار ممكن يتعاون يوصل 10 جنيه. قلت له ما هو الدولار بيتعاون فعلا خلاص، يعني قرار تحرير سعر الصرف ده قرار ماخوذ. النهارده ادينا بنشوف الدولار بيطلع 6 جنيه و19 6 جنيه 20 قرش، وقد يتجاوز ذلك، ومفيش ما يمنع ان الدولار ممكن يعدي 7 جنيه. يعني في النهايه احنا عندنا احتياط نقدي، قدره البنك المركزي بما يملكه من احتياط نقدي على الصمود في النهايه هتكون قدره محدوده. احنا عندنا احتياط نقدي يا دوب يكفينا 3 اشهر، يعني من 3 يعني ما اعتقدش هو كان المفروض ان هو 6 اشهر، ما اعتقدش ان هو يتجاوز 3 اشهر يعني. فالنهارده البنك المركزي مهما فضل ان هو يدعم في الجنيه هيدعم في الجنيه الى اي مدى سيدعم في الجنيه؟ حتى القطاع المصرفي في سبيل ان هو يعتمد على اليات مصرفيه لدعم الجنيه واعتباره من يعني ومنحه شيء من الجاذبيه لدى المودعين، بحيث ان هو يواجه زرارة الدولار يعني الناس تبتدي تسحب ايداعاتها اللي بالجنيه وتقلب على الدولار باعتبار ان الدولار اصبح مستودع للقيمه، الدولار قيمته فيه، الدولار ما بيقعش، بالعكس الدولار بيعلى. زي ما كده مثلا واحد بيحط فلوسه في الذهب، بيحط فلوسه في الاراضي، يقول لك لا احط في البنك ليه؟ ده انا فلوسي دي اروح احطها في ارض، احطها في ذهب، احطها في حاجه على اعتبار ان دي حاجه قيمتها فيها مش هتنزل. فالنهارده بدات البنوك تلجا لرفع سعر الفايده بعد ما كان في اتجاه لخفض اسعار الفايده، بدات انها تطرح شهادات استثمار باسعار فايده عاليه على اعتبار يفضل دايما في هامش كبير جدا او في فجوه ما بين سعر الفايده الممنوح على الجنيه المصري اللي هو وصل في بعض الشهادات الاستثمار ل 11.5 و12% وبين سعر الفايده الممنوح على الدولار اللي هو 2.5%. فالنهارده لو ان حد من حضراتكم معاه دولارات هيروح يحطها في البنك هيديله 2.5-3%، اقصى حاجه ما توصلش 3% سعر الفايده على الدولارات، في حين هو لو راح سيلها وقلبها بالمصري وحطها في البنك، البنك ممكن يديله 11 و11.5 و12% في انواع معينه من الشهادات الادخار وشهادات الاستثمار. طب في النهايه دي كلها ادوات القطاع المصرفي بيعتمد عليها، لكن الى اي مدى هيقدر القطاع المصرفي يصمد في دعمه للجنيه؟ مفيش ما يمنع ان الجنيه ممكن ينطلق. فهنا الجمهوريه بتقول حريق في عابدين ومليونيه لدعم الدستور. طبعا يعني برضو او الجمهوريه ماشي في فلك الجرايد اللي اصبحت خلاص مملوكه للحريه والعداله، يعني مليونيه لدعم الدستور، وكان مصر لا توجد بها. ما كانش فيه مليونيه امبارح بتتكلم عن لا للتزوير ولا للاستفتاء، مفيش مليونيه يوم الجمعه بكره ضد الاستفتاء وضد الدستور وضد الكلام ده كله. يعني ادي نشاط الجمهوريه اهو، وانا اتحدث بوضوح وشفافيه، وادي الجمهوريه اللي انا بشتغل فيها وبقول لحضراتكم الموقف فيها عامل ازاي. اعلان النتائج النهائيه للاستفتاء يوم الاثنين القادم، بيقول اللي حصل ان في اعتداء تعرض له محل توحيد والنور، ده محل بيملكه احد الاشخاص المنتمين للتيار الاسلامي او التيار السلفي يعني بمعنى اصح. المحل ده اتحرق وتكسر الواجهه بتاعته في منطقه عابدين، فبدات الشرطه تطارد بعض الناس اللي عملوا الاعتداء ده. اهو اتمسك واحد منهم، قالوا له بدأوا يحققوا معاه، انت ايه حكايتك؟ ايه تبعك؟ عملت تبع مين؟ عملت ايه؟ الكلام ده كله. قال لهم ان احنا نفذنا هذا الاعتداء على محل التوحيد والنور ردا على الاعتداء الذي نفذه بعض من القوى الاسلاميه على حزب الله. طبعا كلام ساذج وكلام اسف نقوله انه كلام عبيط، لان يعني ما اعتقدش ان حتى حزب الوفد باعتبار ان هو مقر اجتماعات جبهه الانقاذ، هو من اعرق الاحزاب الليبراليه المصريه رغم تحفظه ورغم اختلافنا الشديد جدا مع القياده الحاليه لحزب الوفد، وهي قياده افسدت الحزب واساءت الى سمعه وصوره هذا الحزب. لكن على اي الاحوال يبقى الوفد اكبر من اي قياده ليه. حزب الوفد هو الحزب الرئيسي، هو الحزب الليبرالي الام في التجربه السياسيه المصريه، لا خلاف على ذلك رغم كثير من السلبيات الموجوده حاليا داخل حزب الوفد. فالنهارده لا يعقل ان حزب الوفد هيرد طار علشان مثلا راح ضرب مقر جيره الوفد، هيقوم يجيب شويه بلطجيه وبهذه الطريقه الصبيانيه عشان يجيب شويه عيال كده مرتزقه ويقوم عيل يروح يخبط غزه. وبعدين محل توحيد النور ده مثلا ما هواش مثلا مقر الدعوه السلفيه، ما هواش مقر حركه حزمون، يعني حتى من باب اولى اذا كان حزب الوفد عايز ياخد بطاره ويأجر بلطجيه او جبهه الانقاذ او الليبراليين او الفلول او ايا كانت المسميات الخايبه اللي هي دخلت في قاموس حياتنا دي كلها، عايزين يردوا ما حدث في حزب الوفد هيروحوا يردوا على حاجه تبع السلفيين، هيردوا على حاجه تبع الجماعه حازمون او حازمات او الشيخ حازم صلاح ومقره اهو جنب حزب الوفد في الدقي او عند جامع اسد بن فرات. يعني مؤكد ان رد الفعل هيكون في حدود الدايره دي. لكن النهارده مقر حزب الوفد يعتدي عليه من 3-4 ايام، يقوم يروح يضرب محل توحيد النور في عابدين، كلام يعني ما يصحش. ان توحيد النور ما هوش يعني له صفه رمزيه يعني اللي هيخليهم يعني يعتدوا عليه. طبعا واضح ان هي عمليه في وراها علامات استفهام، وهي عمليه صبيانيه هدفها، وقد يكون من اعتدوا على حزب الوفد هو من نفذوا هذا الاعتداء على توحيد النور، حتى عشان ايه؟ واحده بواحده وبلاغ سيب ونسيب، يلا انت اسحب بلاغاتك وبطل بقى الحمله اللي انت عاملها على الشيخ حازم وعلى الميليشيات بتاعته، وانا عشان ابطل انا كمان، وايه والدنيا ايه؟ يعني الدنيا كل واحد يقف عند النقطه اللي هو واقف عندها. يعني نعود الى صحيفه الصباح، والصباح في الصفحه الاولى بتنقل تصريح بيقول ان المستشار خيرت الشاطر النائب الاول لجماعه الاخوان المسلمين يحذر الاسلاميين وبيقول لهم الدستور الجديد في خطر.
نائب المرشد يطالب بتكثيف الحشد في المرحلة الثانية، والإخوان تقرر المشاركة في مليونية الدفاع عن المساجد. الحقيقة طبعا نتيجة الاستفتاء في المرحلة الأولى يعني أعتقد أن هي كانت نتيجة صادمة لكثير من القوى الإخوانية والقوى الإسلامية. يعني نحن نتحدث عن دستور نجح بمجموع 57%، أنا بشبهه زي التلميذ اللي في الجامعة اللي نجح، فأنت نجحت بس نجحت بكام؟ يعني أقول لك أنا يكفي لي 50% زاد واحد، يعني أنجح ب 50 وحتة 51%. طبعا الدستور نجح ب 57%، ليس هذا هو دستور مصر، مصر الثورة، مصر التي أريقت فيها دماء الشهداء والمصابين، مصر اللي دفعت ثمن الفاتورة ثمنها غالي جدا من يعني من اقتصادها ومن أمنها ومن رزق أولادها ومن كثير من الحرف وفرص العمل التي يعني تراجعت كنتيجة طبيعية جدا لحالة يعني الانفلات الذي يعقب أي ثورة. فالنهاردة في حالة قلق لدى الجماعات الإسلامية والإخوان تحديدا، عايزين يكون في حشد، هم عايزين يعني مش بقول عايزين نحن يكون في حشد في مرحلة تانية بحيث يتم تعويض النتيجة الهزيلة التي خرج بها الدستور في مرحلته الأولى 57%، بحيث ان هم يحاولوا يعدوا، لما يتاخد متوسط المرحلتين مع بعض تبقى النتيجة تعدي 60-65%. هو ده التصور وده التحذير اللي وجهه المهندس خيرت الشاطر للقيادات الإخوانية. أيضا صحيفة الإيجيبشن جازيت التي تصدر باللغة الإنجليزية عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بتقول إسلاميستس بلان ماس بروتست أهيد أوف ساتردي فوت، إن الإسلاميين يعني بيخططون لتنظيم احتجاجات جماهيرية يعني قبل يعني التصويت المقرر إجراءه يوم السبت القادم، وده الخبر المنشور فيه صحيفة الإيجيبشن جازيت. نعود إلى الصباح، الصباح في صفحة 5 بتنشر تحقيق صحفي متميز تحت عنوان أساليب الإخوان المبتكرة لمنع التصويت بلاه. ما هو النهاردة خيرة الشاطر خايف ومتضايق، والنهاردة لو جات نتيجة الاستفتاء في المرحلة الثانية يعني حاجة برضو كده حاجة 50%، يعني إذن نحن نتحدث عن دستور لما ناخد متوسط المجموع التراكمي بتاعه زي تلميذ كده دخل الجامعة، دخل سنة أولى جاب جيد، دخل سنة تانية أو راح جاب مقبول، دخل سنة تالتة راح جاب مقبول زيها، رابعة ربنا ما كرموش وكبير وجاد ولا مقبول ولا حاجة زي كده، نجمع بقى ناخد المتوسط التقدير التراكمي بتاعه يا دوب من مقبول لجيد لا يتجاوز. يعني إذا كانت الجاية بتاعته دي عالية شوية هتحاول تعوض شوية من الحفرة اللي حصلوا في المقبول دي، فيعني دي مع دي ممكن تجيب جيد على أقصى تقدير، إن لم يكن ممكن يكون جايب مقبول لو الجاية دي جيد واطية شوية والمقبول عنده كتيرة. فالنهاردة هم عايزين الدستور يعدي بمجموع جيد جدا، طبعا ليس من الواضح ان هيعدي مجموعه جدا كبيره، الدستور بتاعنا ده هيكون تقديره من مقبول لجيد، يعني احنا في المرحله الاولى تقدير 57%، لو في حد من حضراتكم عنده ابنه في الجامعه او في حد من الشباب سامعني دلوقتي 57% بتقدير الجامعات هو تقدير مقبول، الجيد بيبدا من حوالي 70%، الجيد جدا بيبقى من 80 او من 75 او حاجه كده، الممتاز بيكون من 90 فما فوق. فالنهارده انا اتحدث عن مجموع 57% بلغه المجاميع، هذا تقدير مقبول، الدستور في مرحلته الاولى حصل على تقدير مقبول. المحاولات كلها ان هم عايزين يحاولوا يعوضوا المقبول بتاعه السنه الاولى في ان هم يحاولوا يجيبوا ممتاز في سنه ثانيه، بحيث لما نضرب مقبول في ممتاز تقوم تجيب لنا جيد جدا المتوسط بتاعها، يعني ده اللي انا فهمته كده او بشبهه بالبلدي كده. فالنهارده الصباح بتقول قبل ايام من المرحله الثانيه، الصباح تكشف اساليب الاخوان المبتكره لمنع التصويت بلا، الجماعه تغسل مخ الغلابه للموافقه على الدستور، حملات منزليه وسيارات حشد الموافقين على الدستور. وفي بقى حملات تشويه بقى حرب دعائيه تشويه بيتم من ضمن حملات التشويه، بيقول لك ان حابين صباحي ده راجل مسيحي، تخيلوا حابين صباحي مسيحي. طيب وبنت البرادعي انجبت طفلا يهوديا، ان البرادعي يعني هم كانوا قالوا ان البرادعي بنته متجوز واحد مسيحي، البرادعي راجل مسلم وبنته مسلم، فقالوا ان ابنه البرادعي تزوجت بمسيحي. فالنهارده بقى لا ده ما طلعش مسيحي، يعني كان مسيحي اهون شويه، لا ده طلعوه بقى ان هي كمان ابن حفيد البرادعي اللي هو ابن بنته ده يهودي، يعني لا هو مسيحي ولا مسلم حد. والمستشار كرم الأسواني بيقول لاحظت وجود أعداد كبيرة من مصوتي المرحلة الثانية في طوابير لجان المرحلة الأولى بالإضافة إلى تفضيل أصحاب اللحى تخطيهم الطابور، يعني ناس مش مفروض يكونوا لهم أصوات في المرحلة دي كان يتم حشدهم بالأوتوبيسات علشان يطوروا الطوابير، فيجي حد كده من حضراتكم انت جاي من شغلك او عايز تروح شغلك او انت مثلا لاي سبب رايح مشوار قد لا تتاح لك لاي سبب ان انت مش قادر تقف فتره طويله، فتلاقي الطابور طويل قدامك كده اهو، بعدين فجاه الطابور طويل على ايه؟ ده احنا بنقول 32% بس هم اللي خرجوا، يعني اما لو الناس كلها كانت خرجت كان ايه اللي حصل؟ لما يعني انا برضو اتعجب، يعني علامه استفهام على الطوابير اللي احنا شفناها ومصر خرجت تصوت على ايه؟ ده مصر بتصوت على نفسها، يعني طوابير طويله خارجه تصوت ازاي؟ اذا كنا بنقول ان في 32% فقط ممن يحق لهم التصويت، يعني استطلاع راي بيقولك ان من كل 100 واحد في 68 ما خرجوش، دي احصائيه من كل 100 واحد من كل 100 بني ادم في 68 ما خرجوش، يعني اللي خرجوا 32 من 100 يعني 32%،
يعني فانا بستغرب الطوابير دي جت منين. فطبعا واضح ان كان في ناس بتخش تصوت وترجع تقف ثاني، وفي ناس بيتم حشدها وتعبئتها واسره تديله 20 جنيه يقف، واخد بالك؟ وما اسال انك انت تلم النوعيه دي بحيث ان هو يقفل اللجان، يخلي الناس تفقد الامل، الناس تزهق، يقول لك خلاص مش هنروح يعني ننتخب، وبالتالي انك ما بتنتخبش صوتك بيضيع خلاص، انت ما قدرتش بصوتك. ففي النهايه هذا الصوت لا قيمه له، لم يحتسب لا بقى ولا بلا. التحرير في الصفحه الثالثه بتقول التحرير شباب الثوره يلتقي باعضاء اللجنه العليا للانتخابات للتاكد من الاشراف القضائي الكامل. والدستور في صفحتها الثالثه القوى الوطنيه ترفض الحوار مع الجمعيه التاسيسيه. والدكتور جابر نصار عضو الجمعيه التاسيسيه بيقول الجمعيه ليست ذا صفه لكي تدعو للحوار. والاستاذ عمرو موسى السياسي الكبير عمرو موسى بيقول ردنا سيكون اكثر صرامه. يعني هي في الحقيقه الجمعيه التاسيسيه المفروض ان هي انتهى دورها خلاص، يمكن قد يكون في بعض الاعمال الاداريه للتاسيسيه بيقفلوا بقى وراهم حساباتهم وحاجه كده، لكن دي كلها يعني الجمعيه التاسيسيه انتهى دورها بمجرد ما المستشار حسام الغرياني سلم مش مسوده او مشروع الدستور للرئيس مرسي. خلاص انت سلمت مشروع الدستور بتاعك، شكرا، مهمتك انتهت. الشعب هيقول رايه، قال اه مشيت بقى، قال لا سيعاد تشكيل الجمعيه التاسيسيه وستعاد العمليه من جديد، ومؤكد مش هكون حسام الغرياني ولا جمعيته، يبقى في جمعيه ثانيه، وقد تنتخب هذه الجمعيه بانتخاب او يعني بانتخاب شعبي مباشر من خلال الشعب. التحرير في الصفحه الرابعه بتقول اجتماع مصغر لمكتب الارشاد في منزل المهندس خيرت الشاطر. ايه اللي ضاف في الاجتماع ده؟ هو ده للتحرير، التحرير بتكلم عنه. قلق بين قيادات الجماعه من نتائج المرحله الاولى للاستفتاء، وفي مليونيه اسلاميه لتاييد قرارات الرئيس مرسي امام جامع رابعه دول. هم طبعا قلقانين من نتيجه المرحله الاولى 57%، كانت صادمه، هم كانوا بانين حساباتهم على 71%. المستشار حسام الغرياني قال لك لن اقبل بدستور يعني نتيجته تقل عن 35%، يعني زي واحد داخل يقول لك انا ان شاء الله المجموع مش هيقل عن 35%. فطبعا ال 35% اتحذفت عن 57%، طبعا ده عامل قلق. في حشد رهيب، في اجتماعات مكثفه في مكتب خيرت الشاطر في منزل خيرت الشاطر علشان يحاولوا يحشدوا ويعوضوا في المرحله الثانيه بحيث الدستور ياخد نسبه اعلى. ايضا التحرير في صفحه 5، في صفحه 5 التحرير بتقول مصدر بيقول ان في ان نسبه القضاه المشرفين على استفتاء المرحله الثانيه لن تتعدى 5%. يعني من سيشاركون في يعني النهارده وصلت نسبه الرفض من جانب القضاه ل 95%. عدد كبير من اعضاء النيابه والقضاه الذين شاركوا في المرحله الاولى تراجع عن موقفه. وصفحه 6 وزير التنميه المحليه وهو ابن مدرسه مبارك، وهو كان محافظ بني السويف ومحافظ لكفر الشيخ، ويعني وقبل كده كان ماسك رئيس الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه، فراجل يعني لحم كتافه من مدرسه ثانيه. معلش مع احترامي الكامل لشخصه، هو شخصه مصون ومحترم ولا نمس شخص، لكن الراجل ده رضع لبن مرحله مبارك، شرب هواء وتنفس مرحله مبارك، تنشأ سياسيا واشتغل مع مبارك وادى اليمين امام مرحله مبارك. فالنهارده لما يجي وزير التنميه المحليه يقول لك محافظات المرحله الثانيه استعدت لاستقبال الاستفتاء، انا اعتبرها نكته. هذه نكتة لما عندي خبر بيقول لك ان اللي هيشاركوا في الاشراف على الاستفتاء بتاع مرحلة تانية 5% فقط، 5%، 650 قاضي بس هم اللي هيشاركوا، وده يقول لك كله تمام يا فندم. واضح ان دي لغة، ما هو يعني من شاب على شيء شاب عليه خلاص، ما هو الراجل طول عمره من هو ملازم تاني وهو لسه معلق نجمة واحدة، تمام يا فندم بقى ملازم اول، بقى نقيب، بقى رائد، بقى مقدم، بقى عقيد، بقى لواء، مسك هيئة هندسية، راح هنا جاي هنا، تمام يا فندم. فتخيلوا واحد قعد 30 سنه 32 سنه في الخدمه الحكوميه متعود على الكلمه دي، هيجي النهارده يقول لا اصل في مشكله، يعني ما يقدرش. هذا الرجل مهمته ان هو يقول كله تمام. عابدين بيقول لك وفرنا اماكن لاقامه المشرفين ونتابع التصويت منذ بدايته وحتى بدء الفرز واعلان النتائج، وفي سباق بين القوى الثوريه والاسلاميه لكسب اصوات الناخبين في محافظات المرحله الثانيه. الجيزه بتقول بيانات تدعو للتصويت بلا ومطالب بتوفير اماكن امن كافي للقضاء. المنوفيه طائرات هليكوبتر وفرقه مظلات استعانه للمرحله الثانيه، وبتتكلم عن باقي المحافظات يعني بالتفصيل. ده كان ملفنا الاول النهارده، هو ملف الاستفتاء. باي حال سيجرى الاستفتاء بتاع يوم السبت؟ احنا عرضنا حاله الانقسام اللي في الشارع، وهذه الحاله يعني انعكست على الجرايد. جرايد لا ترى في المشهد الا كل ما هو بيعرض المشاكل، قضاة بيقطعوا، محدش هيروح، محدش هيجي، مؤامرات، قوى اسلاميه، مش عارف ايه الكلام ده، وجرة تانية بترسم صوره ورديه ومليونيه دعم الدستور واحنا جاهزين واحنا مستعدين وكله تمام والمحافظات استعدت و25 مليون ونص قاضي واللجنه العليا بتقول ان كله قضاء. يعني طبعا كلام يعني انا اعتبر ان هو كلام يجافي الواقع والمنطق. ان ننتقل للملف الثاني في حلقتنا النهارده،
وهو أزمة المحكمة الدستورية. أزمة المحكمة الدستورية معرفش دخلت اليوم الكام بتاعها، لكن هي أزمة محتدمة ومشتعلة منذ الإعلان الدستوري الصادر في 21/11. أعتقد إن هي كده عدت، يعني دخلة في يمكن دخلة في شهر هو دلوقتي، إحنا بنتكلم في جراد 20/21/11، يعني تقريبا دخلنا في شهر. المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري تعرض لاعتداء صباح يوم الأربعاء أثناء محاولته التوجه ل التوجه لمكتبه في المحكمة الدستورية. الراجل داخل بعربيته قدام المحكمة، طبعا معروف ان كل يوم الجماعة المتظاهرين دول اخدين اماكنهم كده على الكورنيش اللي هو يعني قصاد المحكمة، على الرصيف اللي هو المواجه للمحكمة عند النيل، يعني ادي مبنى المحكمة اهو، وادي كده نهر النيل اهو، وادي الكورنيش، هم واقفين على الكورنيش كده ومبنى المحكمة، يعني اهو في حركة دخول وخروج الموظفين والاداريين وبعض الاوضاع اللي بيدخلوا وبيخرجوا. فوق المستشار ماهر البحيري وهو رايح مكتبه صباح اليوم ان هو لقى ان المعتصمين او الناس اللي هم عاملين اضراب او اعتصام دول او المتظاهرين دول نقلوا مقر اعتصامهم من الرصيف اللي هو اللي على الكورنيش المواجه لمبنى المحكمه الى باب المحكمه، حاول يخش طبعا ما عرفش يخش بالعربيه. الراجل طبعا يعني بيحافظ على كرامته، خايف ان هو يتعرض لاعتداء، قام رجع بعربيته تاني وقال هروح نادي قضاة المحكمه الدستوريه. راح النادي لقى المعتصمين واقفين عند باب النادي، طب مش عارف يعمل ايه، قال لك ارجع تاني عند باب المحكمه، لقى الدنيا مقفوله وفيه هتافات يعني معاديه او هتافات يعني غير لائقه بيه. طبعا اضطر الراجل ان هو ينصرف، اتصل بوزير الداخليه ما ردش، اتصل بمدير الامن ما ردش، بدا يتصل بالداخليه كلها، البيه الوزير اللي بيقول لك لا ده احنا كنا عايزين نامنه ويعملهم. ادي النهارده الاخبار اهي، هنبتدي بجريده الاخبار عشان يعني انا يمكن افيد ده بالاخبار، عشان الاخبار دي جريده حكوميه زي الاهرام والجمهوريه كده، فبرضه نشوف الاخبار. معلش يا جماعه الاخبار اهي بتقول الاخبار، طبعا طبيعي انها جورنال حكومي، فيقول لك المحكمه الدستوريه تعود للعمل، يعني المحكمه الدستوريه دي وكان ما فيش حاجه حصل، احنا كنا بنحلم، المستشار ماهر البحيري ده كان بيحلم والمحكمه الدستوريه تعود للعمل. رئيس المحكمه بيقول اتصلت بوزير الداخليه ومدير الامن دون رد. الراجل يعني رئيس المحكمه الدستوريه بيطلب وزير الداخليه ما بيردش، مدير الامن ما بيردش، ده بقت كارثه في البلد دي، انك تتصل واحد ما يردش عليك، يخرب بيت المحمول اللي اتعمل ده، خلى الناس تبص على النمر يعرف اللي بيتصل بيه ما يردش عليه، حاجه غريبه. الواحد والله يتعود ان ارد على التليفون في اي لحظه، انا بيطلبوني ناس الساعه 4 الفجر لازم ارد على التليفون اشوف في ايه، يمكن حد بيستغيث بيا، يمكن في واحد حصلت له كارثه مسيحه الساعه 3 4 الفجر بالليل ومش قادر يتصرف، ما لقاش غيري اسيبه يعني. طبعا الكلام ما يصحش، ما بالك ان وزير الداخليه ما يردش على التليفون جاي له من رئيس المحكمه الدستوريه العليا، يعني قد يكون الراجل هيموت، الراجل هيتعرض لمشكله. المستشار حاتم بجاتو طبعا لما شاف الازمه اللي حصلت دي والمستشار ماهر البحيري مش عارف يدخل مكتبه، قام راح اخذ عربيته وراح الرئاسه، وهو داخل الرئاسه عشان يا جماعه عيب اللي بيحصل في المحكمه الدستوريه ده اهو، قابل في وش مين؟ المستشار عصام الحداد، الدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهوريه. طبعا كان يعني كان لقاء مش مرتب ليها، وكان رايح عشان يقابل المستشار محمود مكي، لقى في وش عصام الحداد، بداوا يتكلموا على الازمه بتاعه البيان اللي هو صدر باللغه الانجليزيه من الجمعه اللي فاتت، وطلع عصام الحداد بيهتم في المحكمه الدستوريه بالتامر على الثوره، ان هي من القوى المعاديه للثوره، وان هي يعني بتعطل البلد. ادي الخبر اهو معانا في جريده الاخبار، انا يهمني الاخبار قوي لان ادي الاخبار هي ادي الجريده الحكوميه بتقول ان رئيس المحكمه اتصل بوزير الداخليه وما ردش عليه ولا مدير الامن عبره. نروح بقى لجريده الصباح، جريده بقى الخاصه بتاعتنا دي، بتقول الصباح المعتصمون يحاولون الاعتداء على رئيس المحكمه الدستوريه العليا، بجات والحداد التقيا في الرئاسه، ونائب رئيس المحكمه بيقول ان اللقاء ده كان شخصي وما كانش مترتب، هو راجل كان رايح يشتكي همه للمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهوريه، ويقول له يا اخي ده انت راجل مستشار زينا، وانت يعني عضو في الهيئه القضائيه، وانت كنت من رموز تيار الاستقلال، ازاي الكلام ده يحصل للمحكمه الدستوريه اللي انت كنت احد دعاه الاستقلال للقضاء كله، وهو رايح هناك لقى عصام الحداد في وشه، حصل لقاء غير مرتب. الدستور في الصفحه الثالثه بتقول مصر تحكمها عصابه حراميه، عصابه اجراميه، ميليشيات الجماعه تعتدي على رئيس المحكمه الدستوريه العليا وتمنعه من دخول المحكمه. والتحرير ايضا بتقول في صفحه 3 للمره الثانيه المعتصمون يمنعون رئيس المحكمه الدستوريه من دخول المحكمه. المستشار ماهر البحيري بيقول احنا لو عايزين ندخل المحكمه هندخل، بس مش لازم ندخل بالشيمه ونطلع بالشيمه، يعني ده راجل يا جماعه يعني بلاش نقول انه مستشار، بني ادم زينا، يعني تخيل انت داخل شغلك، تخش شغلك يصبحوك بالشيمه، تخرج من شغلك يمسوك بالشيمه، يعني كرامه البني ادم برضه تعب على ذلك. فاذا كنا نتحدث عن رئيس محكمه دستوريه ليها رمزيتها وليها وضعيتها وليها قدسيتها واحترامها، اللي ما يصحش الكلام ده يحصل يعني في بلد يعني التحليل في الصفحه الثالثه بتقول وشباب الاخوان امام الدستوريه بيقولوا ان قضاه المحكمه دول في النار، والمعتصمون يهتفون ضد القضاه ويؤكدون لن نرحل الا بعد نهايه الاستفتاء. وده كان ملفنا الثاني في حلقتنا النهارده، هي ازمه المحكمه الدستوريه. معانا طائفه اخرى من الاخبار نستعرض عنوانها بسرعه، الجمهوريه في صفحه 4، دكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونيه والمجالس النيابيه بيقول ان استكمال استفتاء الدستور هو الحل الوحيد للخروج من الازمه، يعني نقول لا مفر غير ان احنا لازم نكمل الاستفتاء على الدستور. ايضا الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه
بيقول ان في 12000 قانون امام البرلمان المقبل بعد دستور جديد. انا ما اعرفش 12000 قانون ازاي، يعني هل في عندنا 12000 نشاط في مصر مطلوب لكل نشاط نقول تنظيم ليه؟ يعني 12000 قانون هيواجهها البرلمان القادم؟ طب نقول قانون مرور، قانون تامين صحي، قانون مش عارف هيئات طبيه، قانون مش عارف ايه، قانون يعني في نهايه 12000 قانون، يعني واضح ان الرقم ده فيه مبالغه، وبيقول ان الاعلام علاج الشعب، يعني واضح ان الاعلام ده فيه مشكله معاه في علاج الشعب، وتطبيق الحد الاقصى للاجور في القطاع الخاص. الوفد في الصفحه الاولى بتقول الدستور ثوره الجياع. الوفد عامله ملف مهم جدا عن الدستور، بتقول ان ده دستور، هي بتوصف ان هو دستور ثوره الجياع. معانا يا جماعه الصوره دي؟ بتقول ايوه الصوره اهي، بتقول طوابير الناعمه ترفض وثيقه الدم، العلاج غالي والمريض رخيص، العشوائيات شرخ في قلب الوطن، الاطفال خارج الحسابات وضاعة حقوق الفقراء. ايضا الوفد في صفحه 16 بتقول ابحث مع الشرطه، وهي بتتكلم عن الشيخ حازم صلاح وعن الاخ عصام، اسمه عصام ايه؟ عبد الرحمن عز، بتقول وونتد، وونتد يعني مطلوب، وهي الصورتين عبد الرحمن عز ده قائد الميليشيات الذي تولى تنفيذ الاعتداء على مقر حزب الوفد، وبتقول بلطجي في حمايه الجماعه، وابو اسماعيل هو ارهابي بدرجه لا. عبد الرحمن عز ده اللي هو كان ضرب واحد موت عند قصر الاتحاديه، معلش عفوا مش حزب الوفد، وابو اسماعيل ارهابي بدرجه شيخ. بتقول ان عبد الرحمن عز ده هو قاد الهجوم على الوفد وشارك في قتل شهداء الاتحاديه وعشرات البلاغات ضده ولم يقترب منه احد. اما الشيخ حازم صلاح بتقول سيف الجماعه، ان هو ده سيف الجماعه ويد عصابه القاعده لضرب المعارضين، استغل ضعف كرسي الرئاسه وعاد الى المشهد بالخرطوش والعصي. الوفد في صفحه 1 ايضا بتنشر موضوع عن اربع شخصيات، هي الوفد بتصفها ان دول مدفعجيه السلطه وقذائف الفتنه. بتقول ان محمود غزلان المتحدث اسم الجماعه ده محامي الاتحاديه، صفوت حجازي كاهن الرئاسه، محمد البلتاجي نضرج الجماعه، والشيخ يوسف القرضاوي ده الشيخ المتلون. بتقول ان هو الشيخ القرضاوي ده وصف القذافي بالاخ صاحب التحليلات العميقه وبعدين احل دمه، يعني القذافي ده في مرحله كان من وجهه نظر القرضاوي ان ده الاخ صاحب التحليلات العميقه، لما الدنيا قلبت احل دمه، قال لك لا ده دمه حلال، والجزيره جعلته نجما يتدخل في المشهد السياسي العربي، اعتبر الثوره في البحرين طائفيه لان من قاموا بها من الشيعه، وافتى بتدخل حلف الناتو في سوريا لعجز العرب عن مساندتها، والشيخ خليفه حاكم قطر السابق قرر طرده، فافتى لابنه حمد بالانقلاب عليه. ادي يعني تاريخ الشيخ يوسف القرضاوي. ايضا الوفد بيتكلم عن العلاقه بقى الشائكه بين الاخوان والسلفيين، بتقول تجمعهم المصالح وتفرقهم الاطماع، تورطة البرلمان فتنة الإخوان والسلفيين، بتقول إن البرلمان القادم يكون مجال صراع بين الإخوان والسلفيين. طب معناش دقيقتين نقول فيها يعني خبرين معانا كمان؟ طيب معلش طيب وإن طيب على أي الأحوال هو المخرج طالب إن أخش على الكاريكاتير، على أي الأحوال اللي يهمنا إن في خبر في الصباح إن هو تكرر نقل الرئيس السابق مبارك من مستشفى سجن طرق إلى مستشفى المعادي العسكري، وهو بيمر بحالة صحية سيئة جدا لإجراء أشعة مقطعية على المخ العمود الفقري، وهو كان بالليل امبارح قاعد يصرخ وقال الحقوني انا هموت وابنه استغاث، وان بفروع العوده راح باريس بعد استقالته. طبعا البنك المركزي نفى والحكومه نفت ان كان في استقاله، لكن الصباح بتقول ان فروع العوده استقال وراح باريس، وفي تحقيقات الفساد تعطل ترشيح طارق عامر ومحمد بركات لخلافته. والمصري اليوم بتقول رسميا مصر تتحول من تصدير الغاز الى استيراده لتغطيه العجز المحلي، والنائب العام يكشف للاخبار اثار الاستقاله. وبيقول المستشار طلعت ابراهيم في حديث لزميلتنا خديجه عفيف في جريده الاخبار، بيقول ان اعضاء النيابه من دخلوا مكتبي لاجباري على الاستقاله وقرر تاجيلها للاحد للصالح العام. ده كلام النائب العام. يعني المخرج طالب الكاريكاتير، ما يعني ما عندناش اي دقيقه خالص ان احنا نقول هي حاجه تاني. طيب الكاريكاتير معانا جريده الصباح في صفحه 11، في كاريكاتير يعني هو على خلفيه المشهد، على خلفيه المشهد المؤسف طبعا للاستفتاء، الاستفتاء يعني المحمل بكثير من يعني من يعني مشاكل المجتمع ومشاكل التحرش، وطبعا التحرش مشكله مجتمعيه موجوده يعني، بس يمكن هي بيتوارث بيها من حين لاخر، لان طبعا عشان موضوع يعني القضايا السياسيه اللي احنا فيها دلوقتي، فاحد الشيوخ السلفيين واقف قدام صندوق الاستفتاء عايز ينقض على الصندوق، والتعليق للمصري اللي الصباح بتكتبه تحرش، فطبعا كما ان التحرش قد يتم بانثى في الطريق العام يعتدى على كرامتها، يعتدى على على يعني على على حرمه جسدها، ايضا التحرش قد ياتي بالصندوق، وزي ما احنا شايفين هو ده تحرش سياسي، في تحرش جنسي بيتم في الشارع، وفي تحرش سياسي قد ياتي لصندوق الانتخاب، ويعني شهدنا جزء من ملامحه في المرحله الاولى، ونتمنى ان يختفي هذا التحرش من المرحله الثانيه. قبل ما اختتم حلقتنا النهارده، انا كنت اول امبارح قلت لحضراتكم ان انا هحاول اسال على مصير الطفله ساره اسحاق عبد الملك، فتاه الضبعه المختفيه. ساره ابتلعت، ساره لما الرئيس مرسي راح مرسى مطروح، مدينه مرسى مطروح،
يوم عيد الاضحى اللي فات يصلي مع اهالي مطروح، كثير من الاخوه المسلمين في محافظه مطروح وفي مدينه مرسى مطروح هم في اشد التعاطف مع والد ساره. يعني انا عايز اقول، ودي صوره لازم انقلها، ان 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 كثير من المسلمين ومن جماعه الاخوان المسلمين متعاطفين جدا مع اللي حصل مع الطفله ساره والمحنه الانسانيه الرهيبه اللي اسره ساره يعني بتمر بيها، لدرجه ان هم سمحوا له ان هو يقابل الرئيس مرسي اثناء زيارته لمدينه مرسى مطروح بعد ما ادى صلاه العيد هناك، وقابل الرئيس مرسي وهو خارج من الجامع، وقدم للرئيس مرسي شكوى بالمشكلة بتاعت الطفلة سارة المنتهك عرضها، المنتهك حرمتها، المنتهك كرامتها، وهذه الأسرة التي تمر بمحنة إنسانية، طفلة عندها 14 سنة يتم اختطافها، يتم التلاعب بمشاعرها، يتم إغوائها، يتم تغيير دينها، يتم يعني قولوا ما تشاءوا في هذا الموضوع. نحن أمام جريمة إنسانية عرضت على السيد رئيس الجمهورية، والطفلة سارة والدها قابل الرئيس بمساعدة إخواتنا المسلمين اللي في مدينة مطروح ومساعدة قيادات في جماعة الإخوان. طبعا رئيس الجمهورية مش هيقدر إن هو يخش قابل رئيس الجمهورية كده من نفسه إلا إذا كان هناك من سهل له أمر هذه المقابلة. وحتى هذه اللحظة الطفلة سارة مبتلعة مختطفة، لا أحد يعلم عنها شيئا. انا مش عارف مصر رايح على فين. اللي بيحصل النهارده واضح ان في رخاوه غير عادية. يعني طول عمرنا بنقول الدوله الرخ والدوله الرخ، لكن يعني انا لا اتخيل ان الرخاوه تصل الى هذا الحد اللي احنا ممكن نتخيل فيه ان امر طفله يعرض على رئيس الجمهوريه ولا يتخذ فيه امرها شيء. ربنا يستر. الكلام ده مش مقصود ان انا اخوف حد، لكن يعني الحذر مطلوب وكل واحد ياخد باله وما يكونش فيه شيء ملفت للنظر، عشان يعني الدنيا مش ناقصه، لان ما في يعني النهارده كل واحد مطلوب ان هو يامن نفسه على قدر ما يستطيع، لان واضح ان الدوله غير قادره على الاطلاع بمهامها يعني بالشكل المطلوب. جولتنا انتهت النهارده، ربنا يحفظ مصر وشعبها، ونلتقي الاسبوع القادم على خير ان شاء الله، وشكرا.